بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وبابنا إلى الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المحلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: السادس ترتيبه هكذا، يعني ترتيب الوضوء بمعنى أفعال الوضوء. فترتيبه هنا عائد على الوضوء، والوضوء المراد به الأفعال. ترتيب أفعال الوضوء هكذا، يعني مثلما يا مشايخ مثلما أتينا به، بدأنا أولا بالوجه ثم بعد ذلك باليدين إلى المرفقين أو المرفقين، ثم بعد ذلك بمسح الرأس، ثم بعد ذلك بغسل القدمين إلى الكعبين، وهكذا. فالوضوء ينبغي أن يكون جاريا وساريا على هذه الصورة وهذه الطريقة، وهذا هو المسمى عند أصحابنا بالترتيب. واستدل أصحابنا للترتيب كما في الكتاب بالاتباع. الاتباع يعني ايه؟ مش الاتباع هو فعل سيدنا النبي، لا، ده الاتباع معناه الأوامر الشرعية التي أمرتنا أن نتأسى وأن نقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس الاتباع هو الدليل، وإنما الاتباع الناشئ عن الأوامر التي أمرتنا بالاتباع. اتبعت كذا يعني اختفيت أثره، واختفاء الأثر لا دليل في ذاته، إنما الدليل في الآيات والأحاديث والأدلة التي ألزمتك باتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث مسلم، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. لا، الاتباع معناه أن تأتي بما أتى به الغير. طب هو إتيانك بما أتى به الغير ده دليل؟ ولا الدليل في الآيات التي والأحاديث التي أمرتك أن تأتي بما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاتبعوه، يعني أمرنا باتباعه. فالاتباع نفسه اللي هو اقتفاء أثر سيدنا النبي له أدلة دلت على إلزامنا باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. أما الاتباع نفسه هو أن أفعل مثلما فعل، ده مش دليل، ده الدليل الأدلة التي أمرتني أن أفعله كما فعل، وأن آتي بما أتى. إذا أمرتكم بشيء، ده بقى لك إيه؟ ده كمان مش دول. صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن ضمن صلوا كما رأيتموني أصلي مقدمة الصلاة. لأنه إذا أمرنا أن نصلي كما صلى هو، فكذلك أمرنا أن نتوضأ كما توضأ هو. رقم 2 الآيات العامة: فاتبعوه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة قراءتان حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كل هذه الأدلة هي التي أمرتني بالاتباع. فالاتباع في ذاته له أدلة آمرة به، كما في حديث مسلم، يعني في الحديث الذي رواه الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري السابق، يعني الذي سبق ذكره وغيره، وكذلك رواه غير الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ما اقتصر عليه الشارح هنا، ولم يستطرد في الاستدلال على
وجوب الترتيب وعلى فرضية الترتيب. والشراح تكلموا كثيرا عن هذا الفرض وعن كونه قد ثبت بالأدلة الشرعية الملزمة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا. تتبعوا حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم ينقل عنه أنه توضأ على خلاف ما ورد إلينا، لم ينقل إلا أنه قد توضأ مرتبا. طيب السؤال الثاني، لو لم يكن الترتيب واجبا لتركه رسول الله ولو مرة واحدة حتى يبين لأمته أن الترتيب جائز وليس بواجب، فكل أنه يستمر وكل النقل ينقل عنه الترتيب يدل على أن الترتيب واجب، إذ لو لم يكن واجبا لتركه ولو مرة، مع التكرار ده بيتوضى كل يوم خمس مرات يعني ده أقل حاجة، خلينا نقول خمس مرات على الواجب، لكن ده سيدنا هتلاقيه كان بيتوضى في اليوم يعني دائما على وضوء يعلم أمته ذلك. خليها 10 في السنة، بكم مرة يا أولاد؟ في الشهر في اليوم 10 في الشهر، أدي كام؟ 10 في 30 ب 300، في السنة 300 في 12 ب 3600، 300 بكام؟ ب 12، 3 ب 12 ب 36، 10 سنين يعني توضأ أمامهم 36,000 مرة. اقعد كده وتأمل عشان تكون فقير، يعني 36,000، والنقل لم ينخله ولو مرة واحدة من 36,000. ده 36,000 ايه؟ ده باجتهادنا، ده بتصورنا، واخد بالك؟ 36,000 مرة بيتوضأ، ما بين وضوء فرض، ما بين وضوء لنفل، ما بين وضوء تجديد، ما بين وضوء لتعليم البشر ولتعليم الناس، 36,000 مرة. ده في 10 سنوات، خليهم كمان 10 تانيين. هو جلس في المدينة كم سنة؟ 10، خليهم بتوع المدينة، 36,000 مرة. ولا مرة من 36,000 نقل الرواة عنه أنه توضأ على غير هذا الترتيب. إيه؟ بص عشان نتأمل كلام سيدنا الإمام الشافعي مع اهتمام النقلة بما ورد عن سيدنا، لأنه شريعة ويهتم بنقله وتتوفر الدواعي على نقله، ولا واحد منهم ينقل إنه توضأ على غير ذلك، مع يعني إقبال الصحابة على نقل ما ورد عن سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما أن الوضوء ضائع. مين اللي كان بيجيب له المية؟ مين اللي كان بيحط الإناء أمامه؟ ها؟ شوف، ولا مرة من 36,000 تقريبا كده نقل عنه أنه توضأ مرة واحدة على خلاف هذا الترتيب، حتى يبين للأمة أن الترتيب ليس واجب. ما حصلش. ولو كان واجبا، طب ما هو صلى على النبي، مش توضأ مرة حتى يبين أنه يجوز الاقتصار على مرة لبيان الجواز، وتوضأ مرتين، وتوضأ ثلاثا لبيان الجواز. طب وبالنسبة لما معنا هنا لم يرد ولم ينقل
مع توافر الدواعي على نقله. يعني الناس عندها همة للنقل لأن ده أمر دين. بنقله كما رأى، ده الوحي هو اللي بيقول. يا أخي ده أنت بتبقى في حضرة إمام المسلمين وبتنقل كل ما يقول مع إنه ليس وحيا وليس مشرعا، فما بالك بالوحي؟ الناس تكون أدعى للنقل. طيب سيبنا من ده، خلينا مثلا مع الأدلة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حجتي وداعيني: ابدأوا بالأمر، ابدأوا بما بدأ الله به، يعني بالذي بدأ الله بذكره. ابدأوا، ده خطاب لينا مش ليه. ابدأوا أمر، والأمر يفيد يا مشايخ الوجوب ما لم تصرفه الطريق. ابدأوا بما بدأ الله به، يعني بالذي بدأ الله به. والذي بدأ الله به في كتابه الوجه فاليدين فالرأس فاه المرفقين أو المرفقين. واحد يقول لك بقى أصلا مولانا ده اتقال فيه الحاج، نقول له العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ورد في الحج أي أنا معاك، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. طب هو قال ابدأوا بس، ما هو ابدأوا ده وعلى ذلك فقس، يعني ابدأوا بما بدأ الله به. هو قال ابدأوا بما بدأ الله به، واخد بالك؟ وأنا بعد كده الباقي بقى اللي هم الثلاثة الباقيين اللي بعد الوجه هلخبط ما بينهم ولا أرتب بينهم، هجعل الوجه أولا. ما هو ابدأوا ده البداية. قالوا أنت مش واخد الكلام، مش فاهم الكلام لأخره. ما هو ترك لك الباقي اعتمادا على الفهم. ابدأوا بما بدأ الله به، وثنوا بما ثن الله به، وثلثوا بما ثلث الله به، وربعوا بما ربع الله به، وهكذا إلى آخره. ما هو بيدي لك، لأنه هي القضية متعددة، لكن هل ممكن تكون من أربعة من خمسة من ستة من عشرة من مية؟ كما شاء. فأعطى لك النموذج الأول، ابدأوا. يعني إيه؟ يعني ما جعله الله أولا اجعله أولا وعلى ذلك فقس، وما جعله ثانيا فاجعله ثانيا، وما جعله ثالثا اجعله ثالثا، وهكذا. في بقى ملحوظة دقيقة ذكرها أصحابنا الشافعية في الآية، وقالوا الآية تشير إلى وجوب الترتيب بنسقها العجيب الغريب، ولكن ذلك لمن يفهم لغة العرب. قال إحنا العرب لا تفرق بين المتجانسات إلا لنكتة. نكتة يعني فائدة، مش النكتة يعني اللي هو المعنى العام بتاعها نكتة، شيء يضحك. ابدأ كده تأمل حتى تتعلم كيف تقرأ كتاب الله. الترتيب ده له وضعه. المتجانسات، وضع المتجانسات متجاورة لها ما يفيدها. بيقول لك إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، صح كده؟ وامسحوا، ذكر الممسوح، ثم عاد مرة ثانية إلى المغسول وأرجلكم، فذكر مغسول فمغسول فممسوح فمغسول، وضع ممسوحا بين مغسولين. لماذا؟ بفكر. ما هو ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، ويضع لك الإشارات حتى تفهم عن الله، وإشارات دقيقة. وهذا الذي جعل العرب يعني تخضع بكل ملكاتها اللغوية
لجمال القرآن. ما تقولش ما كان جابها صريحة بقى كده وقال لنا قال ترتيب واجب وخلصنا. عارف لو كان بالطريقة دي العرب كان قالوا لك ده مش عربي، ده مختلط. اللي جعل العرب تؤمن بهذه المنزلات من عند رب العالمين هذا الإتقان الشديد لا يستطيع أن يأتي بمثله، مع كونه هو عربي وعنده ملكة. ملكة يعني حضرتك مثلا ملكة إيه؟ تستطيع أن تنسج أي تركيب كما شئت، ولكن ده مش تركيب، ده تنزيل إلهي تعجز أن تأتي بمثله. ولذلك يقول لك صرفهم في حاجة كده في علوم القرآن اسمها القول بالصرفة، معرفش هتدرسوها. على كل حال يبقى وذكر، ذكر يا مشايخ، ذكر ممسوحا بين مغسولين. ما هو المغسول مع المغسول ده متجانس. طب ضلع الممسوح بين المغسولين يبقى في نكتة. علماءنا استقرأوا النكات كلها فلم يجدوا إلا الترتيب. أئمتنا الشافعية نكتة، أي نكتة بقى؟ بدأ يبحث وراء هذه النكات، قال يبقى هو زي ما ربنا ذكر، يبقى هو ربنا عايزه بنفس هذا الترتيب. ولذلك قال التفريق بين المتجانسات يفيد فائدة ونكتة من وراء ذلك، لأن الله ذكر ممسوحا بين مغسولات، وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة. طب الفائدة هي إيه؟ قال الفائدة بعد الاستقراء والبحث هي وجوب الترتيب. طب مش ممكن يكون ندب الترتيب؟ مش معنى يعني هو دل على الترتيب، والترتيب ده مولانا أعم من أن يكون واجبا ومن أن يكون مندوبا. قالوا ماشي هو دل على الترتيب، ولكن أخذنا وجوب الترتيب من خارج. ابدأوا بما بدأ الله به، وثنوا بما ثن به، وثلثوا بما ثلث الله به. ولأن الآية لم تسق إلا للواجب، الآية دي كده على بعضها إنما جاءت لبيان الهيئة الواجبة للوضوء، فلم تدرج شيئا مسنونا فيها. قال ولأن العرب إذا ذكرت متعاطفات بدأت بالأقرب فالأقرب، بالأقرب فالأقرب، يعني إذا ذكرت المتعاطفات عملت إيه؟ بدأت بالأقرب. ادينا مثال، صلوا على النبي، الآية هي المثال. هو ربنا بدأ بيها مشايخ، بدأ بالوجه، ما هو الأقرب للوجه؟ الرأس. شفت بقى؟ طب ده خالف، أنا هخالف عشان في حكمة، أنت مش واخد بالك منه. ما هو لو كان كده بقى بدأ بالأقرب فالأقرب كان عمل إيه؟ مسك الوجه وخلص اللي فيه، ونزل على الايد خلص اللي فيه، ونزل على الرجل. ما هو الاقرب فالاقرب، يعني عندي الوجه اهو الاقرب للوجه، اليدين ام الراس؟ الراس قاطع، ده الوجه والراس يشتركان في هذا الجمجمه. يبقى لأن العرب إذا ذكرت متعاطفات بدأت بالأقرب فالأقرب، يبقى يبدأ بإيه؟ الوجه، ثم بعد ذلك يثني بالرأس على طريقتهم، ثم بعد ذلك يثلث باليدين إلى المرفقين، ثم بعد ذلك يذكر رابعا القدمين. ولكن خلف ده أيضا فيه نكتة في هذه المخالفة. ايه بقى النكته في المخالفه دي؟ ان حضرتك تفعل كما فعل الله. كونه يخالف طريقه العرب يبقى دليل على انه يريد منك ان تاتي بهذه الطريقه وان تتبعها.
رقم اتنين الاحاديث المستفيضة الشائعة وهذه ذكرناها. طب افرض بقى فرع كده لطيف تفريعا على هذا الفرض وهو الترتيب. جبت كده اربعة، الواد شوال على الواد احمد على الولد تقي على الولد ايمن، وقلت لكل واحد منهم امسكوا عضو من اعضائه اللي هم الاربعة بتوع الوضوء واغسلوا في وقت واحد. اخونا احمد خد الايد غسلها في نفس الوقت اللي مسح فيها اخونا تقي راسي، في نفس الوقت اللي اخونا غسل يدي الى المرفقين، في نفس الوقت اللي اخونا ايمن مسح فيه الراس، في نفس الوقت اللي اخونا شوال غسل فيه القدمين. فحصلت هذه الاعضاء معا في وقت واحد في نفس اللحظه، بدايه ونهايه، بدايه ونهايه. في الحكم ايه؟ قالوا لا يقع ولا يحسب له. وانا ناوي، مش هم اللي هينوا، مش هجيب خير ينوي عني، انا اللي انوي، واخد بالك؟ والاربعه دول فعلوا معا، ونويت انا بقلبي عند وضع اول جزء من الماء على وجهي. قالوا لم يحسب له الا الوجه. طب والايدين واليدين والمرفقين، واليدين الى المرفقين والراس والقدمين، لا تحسب هذه الاعضاء لانه لم ياتي فيها باليه مشايخ بالترتيب. لكن الوجه فقط هو الوجه. ليه؟ لان الوجه وقع في محلين. الوجه وقع اولا، طب واليدين لم تقع ثانيا؟ طب والراس لم تقع ثالثة؟ والقدم لم تقع رابعة؟ ولا بد من الترتيب على هذا الوجه، لأن المعية تنافي الترتيب. الترتيب أن يكون هناك أول فثاني فثالث فرابع، يتقدم الأول على الجميع، ويتقدم الثاني على الثالث والرابع، ويتقدم الثالث على الرابع، والرابع يتأخر في الترتيب. وعندنا وجه ضعيف لا يشترط الترتيب. قالوا لا، الشرط ألا ينكس، لأن التنكيس كأن فيه معاندة. كأن التنكيس أنت بتعاندني، أنت يعني تأتي بصورة مختلفة في الضدية. عارفين التنكيس هيعمل ايه؟ هيغسل رجليه ثم بعد ذلك يمسح رأسه، ثم بعد ذلك يغسل يديه الى المرفقين، ثم بعد ذلك يغسل وجهه، يعني يقلبها. قال لو اتى بهذه الصورة على جميع يعني الآراء الفقهية الشافعية لا يصح، لكن لو غسل وجهه ثم غسل قدميه ثم مسح رأسه ثم يديه إلى المرفقين، على هذا الرأي الضعيف يجوز. واختاره ابن المنذر من أصحابنا، والمزني كذلك، والشيخ نصر، والبندنيجي، وحكاه البغوي عن أكثر العلماء. وعلى هذا لو استعان بأربعة غسلوا أعضاءه مرة واحدة صح، لأنه لم ينكس، شرط أن لا تنكس. وقاسوا هذا على ما لو استأجر المعضوب رجلين ليحج عنه، حجة الإسلام وحجة النذر، يعني شخص عاجز عن الوصول إلى بيت الله الحرام، عاجز بجسده لا بماله، فراح أرسل أخونا خير الأنام وأرسل أخونا خير النظام، وكان عليه حجة الإسلام، فوض أخونا خيري وفوض أخونا خير. أخونا خير قال له حج عني حجة الإسلام، وأنا أقول خير حج عني حجة النذر.
ليه؟ لأنه هو كان نادر يحج. لو ابنه نجح لله عليه أن يحج. فذهب الخيريان في سنة واحدة لأداء الحج. الفقه الشافعي ومذهب إمامنا يقول يصح ويحصلان على الصحيح. طب ما عمل ايه؟ حجة الإسلام وقعت معه حجة النذر، وكلاهما فرض. فإذا جاز في الحج جاز كذلك في الوضوء لأنه لا فرض. فهمنا؟ الإمام الرملي رد هذا القياس وقال إنما صحت حجة الإسلام وغيرها عن واحد. الاثنين طلعوا عن مين؟ عن واحد في عام واحد، لأن الشرط ألا يتقدم على حجة الإسلام، يعني الشرط في حجة الإسلام ووقوعها ألا يتقدم عليها حجة أخرى. لأنه لو ذهب للنذر وبدأ بالنذر أولا ينصرف إلى حجة الإسلام، لأن حجة الإسلام لا تقبل أن يتقدمها شيء، لكن لا تمنع أن يرافقها شيء وأن يكون معها شيء، بخلاف ما نحن فيه. الوجه مانع أن الرأس تمنع أن يكون معها اليدين إلى المرفقين وأن يكون معها الوجه، واليدين تمنع أن يكون معها الوجه، والقدم تمنع أن يكون معها الثلاثة. لكن هنا ما فيش مانع من المعية، لكن في مانع من التقدم. عندنا بقى في الوضوء الثاني مانع من معية الأول معه، أو الأول مانع من معية الثاني معه، لأن الأول هو اللي هيحسب. يعني لو اجتمع الوجه مع اليدين إلى المرفقين معا الوجه يمنع صحة اليدين، مش اليدين اللي هتمنع صحة الوجه، ده الوجه هو اللي مانع. مسألة زي دي لما تيجي مثلا تستفتي، واحد يقول لك أنا توضأت وضوء غير مرتب حصلت معايا بعد ما غسلت، وكان ساعة بصراحة مشاكل، بعد ما غسلت وجهي نسيت إيدي ورحت ماسح راسي وغسلت رجلي وبصيت لي إيدي كده ولسه الله أكبر، إيه ده؟ ده نشفة، لسه هعيد من جديد والدنيا ساعة وهعمل ايه يعني السن برضك يعني ده حكم. طب اعمل ايه؟ ده انا كنت قاريها في المغني الشرط عدم التنكيس وشرحتها وافتيت به لبعض الحالات للحاج، قلت يجوز التقليد، وكان معايا كده 200 ذكرهم عندك الجلال المحلي هاتهم لي 200 كده ذكرهم في التقليد في أول الكتاب، وجاز تقليد لغير الأربعة في أول الكتاب. يا معاك المحادة يا دكتور خير قليوبي، لا القليوبي قليوبي وجاز تقليد لغير الأربعة في حق نفسه ففي هذا ساعة. ده بيقول لك ايه تقليد؟ أنا هقلد يا سيدي الرأي ده وفي الأربعة مش في غير الأربعة. ده هنا بيقول لك ايه تقليد لغير الأربعة، يعني مين؟ يعني داود الظاهري، يعني أوزاعي، يعني سفيان بن عيينة، يعني يا لهوي ها في هذا ساعة. الناس عايزة خش يا مولانا بدين الله، لابد أن تعمل بالراجح. هيقول لك أنا عايز راجحك ولا عايز مربوحك، والسلام عليكم.
لكم دينكم ولي دين. ده بيقول له في حق نفسه وفي هذا ساعة. أما الإفتاء ده له قواعد وله ضوابط. أنا بتكلم على حق نفسي يا سيدي. لا في قضاء مع إفتاء ذكر هذا عن السبكي الإمام المشتهر. ده لا في قضاء وإفتاء ذكر، ده غير الأربعة. أما الأربعة يا أخي ده عندنا في ترشيح المستفيدين بيقول لك إيه؟ بيقول لحضرتك إذا رأيت عندك وجه ضعيف واحتاج الناس إليه أو احتجت إليه حاجتك ترفعه من المرجوحية إلى الراجحية. فلو ترك الترتيب عمدا لم يصح وضوءه، ده على يا مشايخ تفريعا على الراجح في المذهب. لكن هو عمل ايه بقى؟ نكس الوضوء. بدأ منين يا مشايخ؟ بدأ من القدمين، فاليدين الى المرفقين، فالرأس، فالوجه. من كل هذه الاعضاء لا يحسب له الا عضو واحد وهو الوجه. وما غسله بعده، ولكن يعتد بالوجه. وما غسله بعده على الترتيب، يعني إذا كان مثلا غسل الوجه واليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين ثم بعد ذلك الرأس، هيحسب له إيه؟ هيحسب له الذي حصل بينه الترتيب، الوجه في اليدين إلى المرفقين، وأما القدمين ما حصلتش. طب والمسح؟ هنا بقى يتحسب له المسح. طب والقدمين؟ لأنها وقعت في غير محلها. طب لو تركه ناسيا، نسي في ترتيب، وتوضأ وضوءا يعني متلعبك، عمل ايه؟ بدأ الأول برأسه، قال لك لا لا، أصل الرأس بتاخد لحظة صغننة، ابدأ بالصغير. بدأ برأسه ثم بعد ذلك بإيديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه ثم قدميه. ونسي ان في حاجه اسمها ترتيب. فقولان، المشهور الجديد لا يجزئه، لان الفرض لا يفرق فيه بين الناس وبين المتعمد الطبق. مقابل بقى هذا القديم بيقول ايه؟ يقول لك والله يجزئه هذا ويغتفر في حقه لنسيانه. طيب في سؤال اسمه لكن تعلق بالقاعده. ايه هو؟ يعني ما الفرق بين الصوره التي تاتي وصوره رجل وضأه اربع رجال في وقت واحد؟ الصور الفرع اللي هياتي هياتي فيه صورتين. الصوره الاولى ان يمكث في الماء قدرا نستطيع ان احنا نقدر له، نقدر له الترتيب. لكن الرجل اللي ما مكث ده، دول غسلوا معا في وقت واحد، يعني الوجه مع اليدين مع الرأس مع القدمين معا، غسلت معا. لكن عندك هنا الفرع هيقول لك ايه؟ هيقول لك ان هو جلس في الماء مكث. يعني المقابل اصح. هنقرا. طب اقرا كده، اقرا كده لغايه اما ايه؟ نستفيد من وقت ايه؟ ولو اغتسل محبس في الاصح. فلو اغتسل، خلي بالك ان الفاء هنا اللي ليها مشايخ تفريعيه. تفريع على ما سبق من الترتيب، ان المحدث يعني حدث اصغر. اغتسل هو احدث حدثا اصغر. واجبه ايه في الحدث الاصغر؟ ان يتوضا، ان يغسل الاعضاء الاربعه، لكن هذا اعرض عن غسل الاعضاء الاربعه ونزل في الماء ونوى بقلبه رفع الحدث. فلو اغتسل محدث بنيه رفع الحدث، يعني اي نيه بين النوايا السابقه، نيه رفع الحدث، نيه الاستباحه، نيه ما توقف عليه كذا الى اخره.
فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيبه. إن أمكن. شوف. أمكن تقدير الترتيب. طب هناك ما أمكنش تقدير الترتيب، فالفرق بينهما أن الفرع الذي نحن فيه أمكن فيه تقدير الترتيب، والذي سبق لم يمكن تقدير الترتيب لأنها غسلت معه. طب والتقدير الترتيب بيحصل في قد ايه؟ لحظات دقيقة. يتغسل الوجه ثم اليدين ثم كل ده بيبقى في دقيقة. ده اتغسل على طول وراه الايدين المرفقين على طول وراه وهكذا. وكل ده بيبقى في لحظات لطيفات. كمل كده يا دكتور. فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث صح، وإلا فلا. بأن غطس ومكث. مكث قد إيه؟ مكث مدة يمكن فيها أن نقدر له الترتيب. نزل كده في حمام السباحة وجلس مدة ومكث فيها مدة أمكن أن نقدر فيها الترتيب. طيب قلت الأصح الصحة بلا مكس والله أعلم. قلت الأصح، إذا في مقابل الأصح الصحة بلا مكس. صحة ايه؟ الصحة يعني صحة الوضوء. طب هنا يا مولاي بلا ايه؟ بلا مكس، لكن أمكن تقدير الترتيب. إذا ما الفرق بين الأصح مقابل الأصح؟ أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث. بقى هنا بقى تصويرية. فالأصح أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن تمكين، ما هو ده تصوير لإيه؟ تصوير لإمكان تقدير الترتيب بأن غطس. وغطس بفتح الطاء، يغطس بكسرها. غطس يغطس يعني انغمس. غطس يغطس بأن غطس ومكث أو ومكث، لغتين يعني لبث. ومكث الشرح المحلي بيقول لك ايه؟ قدر الترتيب، يعني مكث زمنا يمكن فيه ان نقدر له الترتيب. هو ما رتبش، لكن في زمن استقر فيه في الماء. تصورها كده، ان هو نزل الميه وجلس في الميه قدرا يمكن ان نقدر له الترتيب. هو غسل الوجه بيحصل في كام وهو تحت في الميه؟ في لحظة، ولحظة بعدها أخرى لليدين إلى المرفقين، ما هو حاطط نفسه كده أهو، ولحظة ثالثة للرأس، ولحظة رابعة للقدمين. أربع لحظات، أربع يا مشايخ، أربع لحظات صح له الوضوء. طيب يبقى الفرق إيه بقى يا عمنا؟ الجزئية دي ومكث قدر الترتيب. أما هناك ما مكث، ده الأربعة في آن واحد، لكن هنا لم تغسل في آن واحد. ما قال من هي قلت الأصح الصحة بلا مكس. طب خلينا نشرح ده. لا، الصحة بلا مكس هناك لأنها منبنية على أصل غير الأصل اللي إحنا اتكلمنا عنه. منبنية على إن الغسل أولى من الوضوء. أما هناك لا، هناك مدرك تاني خالص. اختلفت الاختلاف المدرك. أيوة، دي مسألة ودي مسألة، دي غسل والتانية وضوء. حتة ماشي. محدث
العبارة يقول لك فلو اغتسل محدث يعني ايه؟ حدث اصغر، نوى رفع الحدث الاصغر مثلا، او نوى الوضوء، او نوى الى اخره بغسلين. بنية الوضوء بدلاه، طب بدلاه دي متعلقة بايه يا مشايخ؟ فكروا بقى. بدل الغسل. سلام، يبقى اغتسل بدل ايه؟ بدل الوضوء. يعني هو واجبه ان يتوضا فاغتسل. قال لك طب ما هو الغسل ده افضل من الوضوء، الغسل ده غسل كل البدن، والوضوء ده وضوء لاربعه اعضاء، غسل لاربعه اعضاء، طب ما اغتسل احسن من الوضوء. والمراد بالوضوء يعني غسل الاعضاء الاربعه، والمعنى أنه اغتسل يعني غسل كل بدنه بدل غسل الأربعة الأعضاء المجزئة في الوضوء. الحكم يا مشايخ، ما هو أنت وأنت بتذاكر صور ثم بعد ذلك احضر ثم بعد ذلك علل ودلل، دي المراحل الأربعة للاجتهاد، التصوير والحكم والتعليل والتفريع. الحكم صحة الوضوء، التعليل ايه؟ قالوا على كلام الرافع، لسه بنتكلم على ايه؟ كلام الامام الرافع، قال لان الترتيب حاصل، الترتيب واقع، لأنه جلس ومكث في الماء زمنا يمكن فيه تقدير الترتيب في لحظات لطيفة، وقد لاقى الماء وجهه، ارتفع حدث الوجه، لاقى بعده مباشرة في لحظة لطيفة الماء يديه إلى المرفقين، ارتفع، لاقى بعض الشعر، ارتفع، لاقى القدم، ارتفع. والثاني مقابل الأصح عند مين؟ عند الإمام الرافعي. كل ده لسه احنا بنتكلم على كلام سيدنا الإمام الرافعي، ونتبنى ونفهم الرافع فهم ازاي والنووي فهم ازاي. أنا أتمنى على طالب العلم أن يفهم الأدوات، أدوات الاجتهاد، قبل إن هو يحفظ الرجع وغير الراجع. الرجع وغير الراجع ده يأتي في الآخر. أما أنت دلوقتي بتتعلم الصناعة، تعلم إيه؟ صناعة. تعليم الصناعة يبدأ من هنا. أما معرفة المذهب الراجع ده هيأتي، ولكن بعد أن تفهم أهم شيء وهي الصناعة، لأن الصناعة هي التي تربي الملكات بنفسك. وأما حفظ الراجع هتنساه، لكن الملكة ما تتنسيش، الأدوات ما تتنسيش. فهم مدركات العلماء وأدواتهم في الاجتهاد لا تنسى. والثاني مقابل الأصح لا يصح، لأن هذا الوجه لا يكتفي بالتقديم بالترتيب المقدر. يقول لا، أنا لا أكتفي إلا بالترتيب الحقيقي لا التقدير. ولهذا عنده لا يقوم الغمس في الماء الكثير مقام العدد في النجاسة المغلظة. طب هو غمس كان يعني أصابته نجاسة كلبية، كلب كان مبلول، كان مبتلا، وهو قد لمسه ودازل في الميه ومكس في الميه نص ساعه، هتحسبها له مره ولا سبع مرات؟ مره واحده. طب ده انا قمت في الماء فتره طويله من غير ان يمر بقى الماء عليه، ما هو ممكن ينزل في الميه والميه يبقى فيها امواج، يبقى كل موجه تبقى هي مولانا مره،
لا الماء الماء ساكن تبقى مرة واحدة. فالغمس في الماء والغمس في الماء لا يقوم مقام العدد في النجاسة الكلبية. وإن لم أي وإن لم يمكن تقدير الترتيب، ده على كلام مين؟ على كلام سيدنا الإمام الرافعي، بأن غطس وخرج في الحال من غير مكث فلا يصح له الوضوء. ده بقى اللي هو الفرق على كلام الإمام الرافعي يا مولانا. وإن لم يمكن تقدير الترتيب وعدم إمكان تقدير الترتيب بأن لا يجلس مدة يمكن فيها تقدير الترتيب، دخل المية وخرج فورا، بأن وبقى هنا كما يقول علماؤنا اللي هي مشايخ للتصوير، بأن غطس وخرج في الحال من غير مكث، يبقى من غير مكث دي بيان لقوله وخرج في الحال، لأن اللي بيخرج في الحال ده يعني بقى بيمكث، يبقى من غير مكث دي المن لبيان ها الخروج حالا، يعني دخل وخرج فورا أو مكث. بس عمل ايه بقى لما مكث؟ بدأ بغسل أسافله، يعني الأول عمل ايه؟ دخل برجليه لغاية يعني منتصف، ثم بعد ذلك خرج ودخل ها بإيديه إلى منتصفه، يعني عمل ايه؟ غسل الأسافل قبل الأعالي، يعني نكس. الحكم يا مشايخ لا يصح له الوضوء الا وجهه، الا وجهه. إيه هو بيتكلم على الجمله؟ احسنت يا سلام. لا دي اهو بدانا اقول الحمد لله، نستوعب الحدوته ماشيه ازاي. الحمد لله، لان الترتيب من واجبات الوضوء وهو لم يرتب، والواجب لا يسقط بفعل ما ليس بواجب، يعني عليك واجب وفعلت شيء ليس بواجب، هذا الذي ليس بواجب لا يسقط عنك الواجب الا بقى في صورة اللي هي ايه؟ ان هو نسي الجلوس بين السجدتين ثم بعد ذلك سجد قاصد بيها الاستراحة، وهو قصد الاستراحة تذكر أنه لم يسجد فسجد. جلسة الاستراحة دي تكون مقام الايه؟ جلستين. مقام الجلستين. انت كده صح؟ لكن دي بقى لها مدرك آخر خرجت من القاعدة لشيء آخر. قلت خلصنا من سيدنا ووجه مقابله، وجه مقابل ايه؟ عن سيدنا الامام الرافعي، لان بيقول لك ايه؟ والا فلا يصح. ده كل ده على ليها مشايخ، كل ده على الاصح. فمقابل الاصح بيقول ايه عند الامام الرافعي؟ مقابل الاصح بيقول لا يصح، حتى وان لم يمكث فتره يمكن فيها تقدير الغسل. طب ايه علته في كده؟ قال صلى على النبي. هو عمل ايه؟ انه اغتسل. قال الغسل اكمل ولا الوضوء؟ الغسل. قال يبقى هو اتى بالاكمل. فاذا اتى بالاكمل اجزأ عن الاقل. وده اللي هيعتمد عليه سيدنا الامام. ليه؟ اصل ده واحد وجب عليه الوضوء. توضأ وزياده. وجب عليه غسل أربعة أعضاء، غسل كل البدن، يبقى ده عمل إيه؟ يبقى ده توضأ وزيادة، ده أتى بالأفضل والأكمل. قلت مين بقى اللي بيقول؟ الإمام النووي.
سيدنا الإمام النووي قال: قلت الأصح، كان مع الحتة الأخيرة بقى، الصحة بلا مكث، والله أعلم. قال يعني لو نزل الماء وغطس ثم خرج فورا بلا مكث أو مكث أجزأه ذلك وصح وضوءه، والله أعلم. والله أعلم، حتى يقول يعني إيه ده من زياداتي، خلي بالك، ينبه عليها. لماذا يا إمام؟ إيه بقى الإمام المحلي وقال نفس الفكرة دي؟ لأن الغسل يكفي للحدث الأكبر. يا أخي ناس كان لو كان عليه حدث أكبر، بيقول لك كده يعني، انتبه يا مولانا، لو كان عليه حدث أكبر اغتسل ارتفع، فإذا كان الغسل يرفع الأكبر فمن باب أولى أن يرفع الأصغر. إذا كان بيرفع الأغلظ، ما هو الحدث الأكبر ده أغلظ، إذا كان الغسل بيرفع الأغلظ فمن باب أولى أن يرفع الأخف، لأن الحدث الأصغر أخف من الحدث الأكبر. فإذا كان الغسل يرفع الأكبر فمن باب أولى أن يرفع الأصغر، وهذه هي العلة، هو ده المدرك. هناك في غسل أربعة أعضاء، هنا كل البدن، كل البدن اغتسل وبنية. طب لو كان عليه جنابة اللي هي أغلظ وتمنعه من أشياء كثيرة، والوضوء يمنعه من أشياء أخف مما تمنعه الجنابة، لأن الغسل يكفي يعني يجزئ عن الحدث الأكبر، فإذا أجزأ عن الحدث الأكبر فمن باب أولى أن يجزئ عن الحدث الأصغر. ولذلك قال بعضهم لأنه يكفي يعني الغسل لرفع أعلى الحدثين الحدث الأكبر، فمن باب أولى أن يكفي لرفع أقل الحدثين، وهكذا. ولتقدير الترتيب في لحظات لطيفة، إذا مكث قدرا يمكن أن يقدر فيه الترتيب. هذا إذا لم يغتسل منكسا بالصب عليه. يعني إيه؟ يعني دخل المية الأول برجل، واخد بالك، وصلت لغاية هنا، ثم بعد كده دخل على ايديه، ولم يصل الماء إلى ما وصل إليه الماء أولا، يبقى ده اغتسل منكسا، ما ينفعش. طب في الصورة دي إيه اللي هيحصل له؟ ما هو غسل النصفين، بدأ بالنصف الأسفل ثم بعد ذلك بالنصف الأعلى، قال لك يغسل له الوجه فقط. لا، مش الوجه فقط بس، كمان منكسا في الصورة اللي أنا بقولها دي، ده هيحسب له الوجه واليدين لأنه داخل على إيديه والرأس، والقدم لن تحسب له في الصورة اللي أنا بقول عليها، بخلاف الصورة اللي في الشروح، لأن الصورة اللي في الشروح هو خرج منكسا. يعني إيه؟ يعني كأنه غسل رجليه إلى يعني إلى منتصفه، ثم بعد ذلك غسل يديه إلى المرفقين، ثم بعد ذلك مسح رأسه، ثم بعد ذلك غسل رأسه، ثم بعد ذلك غسل وجهه، فعل هكذا منكسا هيحسب له الوجه فقط. لكن الصورة اللي أنا بقول عليها هيتحسب له ثلاثة. وده يعلمنا إيه؟ إن إحنا نفكر، مش نقول أي حاجة وخلاص، ونتأمل. وقوله فللأصغر أولى، مش هتلاقي حاجة في البدن، لأن قيام غسل جميع البدن مقام غسل بعضه أقوى وأحق بالاعتبار. أنت بتغسل الكون، يبقى أولى وأكثر وأولى بالاعتبار.
ورد القياس، ورد الرملي القياس الأول القولي. الرمل ما عجبوش. انتوا عايزين رأيي انا؟ انا مع الرفع. انا مع الرفع في المسألة دي، مع ترجيح الرفع. واخد بالك؟ اميل اليه. ده الامام النووي، لا ما هو الامام النووي ده امام كبير وامام عظيم، واخد بالك؟ ولكن يا اخوانا اتعلم تتحرك وتفكر وتختار، لأن الأسماء الكبيرة قد تمنعك وترهبك من الاختيار وتمنعك من التفكير. لكن احترم وجلهم وعظمهم، ولكن ليكن لعقلك عمل. فأنا بختار اللي اختاره الإمام الرافعي. طيب لوضوحي عندي. لأنه قارب المفروض، وهو الترتيب مش معاه بحذافيره. الإمام النووي بيقول لك الأكبر والأصغر، وهذا من قبيل قياس الأولى. ورده الرمل رده بدليل إن هو لو غسل الأسافل قبل الأعالي. أصل أنت وأنت لما داخل بتعمل إيه؟ بتغتسل، صح كده؟ القطة دي غريبة، تحبك يا سيدي. هي اللي جت ناحيتنا. هنرجع تاني للاختيار. رد الرملي القياس الأول لقوله. لا، قياس الأولى، لأنه ده من قبيل قياس الإيه؟ قياس الأول. ورد الرملي القياس أو قياس الأولى بقوله. من علله كالشارع، بيتورج على مين؟ على الإمام المحلي، بأن الغسل يكفي للحدث الأكبر فللأصغر أولى، وده اسمه قياس أولوي. رد مردود صراحة. بأنه عندما يغسل الأسافل قبل الأعالي في غسل الجنابة؟ لا، في هذه الصورة اللي هو دخل فيها الماء وغسل أسافله قبل أعالي. طب ما هنا ما ينفعش تقدير الترتيب. ليه؟ حضرتك لما دخلت المية غسلت اللي تحت قبل اللي فوق، كيف يقدر لك الترتيب؟ لا يقدر لك الترتيب، لأنه لو اغتسل منكسا بالصب عليه حصل له الوجه. لو انت بقى في الصورة اللي نكست فيها وبدأت فيها برجلك ثم ايديك ثم رأسك ثم وجهك وغسلت كل هذه الأشياء بهذه الطريقة، ما الذي يحسب لك؟ الوجه فقط، لعدم إمكان احتساب التقدير الترتيب مع التكيس. أما انغماسه فيجزئه مطلقا. انغماسه إيه؟ إن هو يخش وينغمس وما يغسلش الأعالي قبل الأسافل. أي لأن الأول يرد عليه ما لو غسل الجنب أسافله قبل أعاليه بالصب عليه دفعة واحدة، فإن هذا الغسل يكفي للأكبر ولا يكفي للأصغر، لأن الأكبر يا أولاد ما فيهوش ترتيب. لماذا؟ لأن البدن كله كعضو واحد. الأصغر لابد فيه من ترتيب. إذا دخل وغسل كل بدنه، واخد بالك، وامكن تقدير الترتيب ولو في لحظه واحده، صح؟ لكن لو نكس بالغسل لا يصح لعدم امكان تقدير الترتيب. احنا ماشيين برضك مع قضيه امكان تقدير الترتيب، ده يحصل في لحظه واحده. اذ الحاصل له في ذلك
كما قلنا غسل وجهه فقط. ولو أحدث وأجنب أجزأ الغسل عنهما، أحدث وأجنب. يعني على سبيل المثال خرج منه المني وهو يقص وأخرج ريحا، هيعمل إيه؟ قال والله يكفيه عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر الغسل فقط للجنابة، لأن الأصغر قد اندرج في الأكبر. لاندراج الأصغر في الأكبر وإن لم ينوي الحدث الأصغر. طيب، وقيل لا يصح في المكث أيضا، وقيل لا يصح، لا يصح الوضوء في المكث، يعني لا تصح غسل الأعضاء الأربعة وإنما يصح غسل الوجه فقط، لأن الترتيب فيه تقدير لا تحقيق. عايزين ترتيب حقيقي لا مقدر. مقدر ده عبارة عن إيه؟ شيء بيفرضه الذهن وليس له وجود خارجي، مقدر ذهنا لا خارجا. طب يا مشايخ،